على شارع الشيخ زايد وانت رايح على ابو ظبي مقابل محطة المترو الخليجي التجاري بزنس باي، تم افتتاح معرض جديد للياماها مؤسسة تومسون التجارية. خلونا نسير داخل ونشوف شو اللي موجود في هذا الشوروم الجديد. يلا ندش المعرض. هذا هو المعرض. صباح الخير محمد، كيف حالك؟ مبروكين على الشوروم الجديد، ما شاء الله ما شاء الله، فنان الصراحة، شيء جميل شيء حلو. هذا كم طابق؟ عندنا طابقين. طابقين ها؟ يعني هذا الطابق السفلي اللي هو بس خاص بالبيانوهات ها؟ هذا البيانو متحف مسوينه. الحاجات اللي ما حدش بيعملها غير اليمن. طيب خلنا نشوف نمشي المتحف، يا هينا ما نشوفه المتحف. المعرض صراحه جميل، حتى الفونديشن مال الفنان. وهذا شو؟ هذا السماعات ها؟ هذه السماعه الواحده ب 35,000 جديدة، يعني سماعتين بستين ها؟ سبعين ألف. هاي قيمة سيارة. سيارة كامري. وهذا البيانو هذا البيانو الجميل. هذا ب 700,000 ها؟ السعر 786,000. السلام السلام. طبعا هذا عاملين مثل المتحف الصغير البسيط، هاي المكسرات وهاي السماعة الطريقة هاي وهاي السماعات، شيء جميل. هاي ساكسفون الميدي وهذا التنوري 1، وهذا اللي هو السايلنت الجيتار، وهذا كمان، وهذا السينثسايزر الصغير ياماها، هذا السي بي، وهذا اللي هو الواي اس. عندكم هذيلا مثل الساكسفونات اللي هي عبارة عن كلها على طريق البلاستيك، يعني معرض صغير. وهذا جيتار. وهني عندكم الفلوت، الفلوتس، البايب، الريكوردز. صراحة معرض جميل حلو، تشكيلة حلوة. هذا هني الكمبونات، طريقة هاي، هذا شوفوا هذا التشيلو الكبير، هذا التشيلو. شوفوا يا جماعة هذا البيانو جالس يلعب بروحه، كأنه فيلم رعب، يعني كأنه حد هني جني جالس يلعب. شوفوا حتى الدواسات، شوفوا الدواسات. طبعا هذا قيمته 177,670 درهم. طبعا هو في بلوتوث، تقدر تنزل اي اغنيه تباها عن طريق الابلكيشن وتشبكها مع الموبايل مع الايباد، وعلى طول تضغط بلاي والاغنيه تنعزف قدامك بالطريقه هاي.